بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد في الوحدة الجديدة. درس جديد بيتكلم عن التناسب، ماشي؟ درسنا قبل كده النسبة، وعرفنا ان النسبة مقارنة بين كميتين من نفس النوع نفس الوحدة، كميتين او عددين او شيئين. طيب، وخدنا قبل كده برضو المعدل، اخر مرة اخر حصة، الحصة قبلها على طول، اللي هو المعدل. وعرفنا المعدل هو مقارنة بين كميتين من نوعين مختلفين. النهاردة بقى يا أولاد هناخد حاجة جديدة اسمها التناسب. التناسب ده معناه ايه؟ معناه تساوي نسبتين او اكتر، يعني نسبة ممكن تساوي نسبة تانية او اكتر. تمام، تعالوا نشوف كده من كتاب الاضواء، ونفتح مع بعض الكتاب ونحل منه تمارين ونشرح الدرس. نكتب مع بعض الملاحظات دي في الكراسة قبل ما نبدأ التمارين. هنا التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر يا اولاد. التناسب تعريفه مهم جدا وبيجي في الامتحان، هو تساوي نسبتين او اكثر. يعني مثلا النسبة 5 على 9 ممكن تساوي 10 على 18 عن طريق الضرب. يعني النسبة اللي عندي ممكن اجيب لها نسبة تانية مكافئة ليها عن طريق ضرب البسط والمقام. عندي قاعدة بتقول اذا ضرب كل من حدي النسبة في عدد ما او قسم على نفس العدد فان قيمة النسبة لا تتغير. يعني نسبة 5 على 9 ممكن أجيب نسب كتير جدا، أعداد غير منتهية من النسب عن طريق الضرب أو القسمة. يبقى 5 على 9 أضرب في 5 أضرب في 2، 2 في 5 ب10، 2 في 9 ب18، أو أخد 5 أضربها في 3 تبقى 15، 3 في 9 ب27، أو أقول 5 في 5 ب25، 5 في 9 ب45. التمرين اللي معايا 3 على 5 بيساوي 18 على نقط. ها أفكر، التلاتة بقت 18 ضربت في 6، لازم جدول الضرب نكون حافظينه يا ولاد. ها 3 في كام؟ في 6، يبقى انا هضرب بسط ومقام في 6. ها 5 في 6 بكام يا ولاد؟ ب30. نقوم كاتبين هنا 30 في النقط، يبقى الناتج ب30. طب السؤال اللي بعده بيقول لي 2 على 5 تساوي 6 على نقط، بتساوي نقط على 35. اهو الاتنين بقت 6، ضربت في كام يا مستر؟ ضربت في 3. يبقى هنا لما اضرب المقام برضو في 3، ها في 3 اهي، 3 في 5 بكام؟ تطلع ب15. ممكن كاتبين هنا كام يا ولاد؟ 15. فهمتوا؟ طيب الخمسة بقت 35، ضرب في 7 يا مستر، يبقى 5 في 7 ب35. ها 2 في 7 ب14. وقف الفيديو كده وفكر في دول كده، نكمل مع بعض. 9 على 7 بقت 1.8 على نقط، تساوي نقط على 28. طب دي نعملها ازاي يا ولاد؟ العلامة يعني ايه؟ ما تقلقش، العلامة ما تخوفكش من السؤال، اعتبرها مش موجودة. يعني ده هو مش موجود يا مستر، هيبقى العدد اسمه 18. فالتسعة عشان تبقى 18، ها هيتضرب في 2. طب ما انت برضو الاتنين تضربها في 7 بايه؟ ب14. بس خد بالك العلامة كان في علامة بعد رقم، قوم حاططها، بس الموضوع خلص اهو. يبقى انت عشان ما تلخبطش العلامة دي اعتبرها مش موجودة، وشوف التسعة في كام ب18 في 2، يبقى 2 في 7 ب14، وحط العلامة بعد رقم. تمام؟ نشوف السؤال اللي بعده. هنا 9 على 7 بتساوي لسه في واحدة اهي، نقط على 28. السبعة بقت 28 يا ولاد، السبعة ضربت في كام يا مستر؟ ضربت في 4، لأن 4 في 7 ب28. يبقى هضرب التسعة برضه في 4، يبقى 4 في 9 ب36. أكتب هنا 36 أهو. اللي بعدها 2 على 7 بتساوي 4 على نقط. كمل مع بعض. 2 على 7 بتساوي 4 على نقط، الاتنين بقت 4 ضربت في 2، يبقى هضرب الـ2 في 7 برضه ب14، أقوم كاتب هنا 14. أرجع للنسبة الأولانية، السبعة بقت 21 ضربت في 3، يبقى 2 في 3 ب6، أكتب هنا 6. هنا 3 على 4، وقف كده الفيديو وحل دي. 3 على 4 بتساوي 6 على نقط، 3 بقت 6 ضربت في 2، يبقى 2 في 4 ب8. 3 بقت 15 ضرب في 5، يبقى 4 في 5 ب20. شوف كده تمرين من الكتاب. هنا أول سؤال أكمل التناسب هو، قول له تساوي نسبتين أو أكثر. التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر. طب اللي بعدها، هنا 3 على 5 بيساوي 18 على نقط. نلاحظ إن هو ضرب بسط والمقام في 6، 3 في 6 ب18، يبقى 5 في 6 ب30 أهو، نكتب 30. اللي بعدها الـ2 بقت 6 ضرب في 3، يبقى 3 في 5 ب15، نكتب هنا 15. ماشي يا ولاد؟ نرجع للنسبة الأصلية اللي هي 2 على 5 دي. ها تبص، الخمسة بقت 35 ضرب في 7، يبقى 2 في 7 ب14. فهمتوا؟ المسألة دي بنعيدها تاني، احنا لسه من شوية.
التسعة بقت 1.8 ضرب في كام؟ في 2، لأن العلامة هنا إيه؟ هخبيها كأنها 18 يعني، بس لما أجي أضرب تحت أحط علامة بعد رقم، يعني التسعة بقت في كام؟ يديك 1.8، أقول التسعة في 2، لأن 2 في 9 ب 18 وعلامة بعد رقم، يبقى أنا هضرب 7 في 2، يعني هضرب 7 في 2 ب 14 والعلامة أحطها بعد رقم. نفس الكلام أركز على النسبة الأولانية، 7 بقت 28 ضربت في 4، يبقى 4 في 9 بإيه؟ 36. فهمت يا ولاد؟ 36 أهي، دي 36. طب اللي بعدها أكمل الجدول التالي، الجداول التالية، عندي جداول أهي لتكوين الأعداد المتناظرة تكوين الأعداد يعني المتناظرة المتناسبة، ثم أكتب التناسب تحت. طب جاب لي جدول هنا 3 على 4، برضه هعمل نفس الفكرة اللي فوق يا ولاد، يعني 3 على 4 6 على نقط، أشوف التلاتة اتضربت في كام؟ ها، 3 اتضربت في إيه؟ في 2، يبقى أنا هضرب المقام برضه في 2، ركز كده معايا، دي المقدار الثابت أهو، ركز معايا في المقدار الثابت ده هيحل لك كل المسألة. يبقى 3 بقت 6 اتضربت في 2، يبقى هضرب 2 في 4 أقول له 8، أقوم كاتب 8 هنا، شوف سهل إزاي؟ أرجع هنا الأربعة بقت 12 ضرب في 3، يبقى 3 في 3 ب 9 أهي، جدول الضرب يبقى حافظ زي اسمك. 3 في كام ب 15؟ أفكر، 3 في 5 ب 15، يبقى ال4 في 5 هضربها تديني 20 يا مستر، أقوم كاتب هنا 20 أهو. اللي بعدها ال4 بقت 28 ضرب في 7، يبقى 3 في 7 بكام؟ 21، أقوم كاتب هنا 1 وإيه؟ 21. طب التناسب هننقله تحت بقى يا ولاد، ننقل الأرقام بتاعتنا. هنا 3 على 4 بتساوي 6 على 8، لما نقل بس الأرقام اللي فوق، ها 9 على 12 نكتب 9، 15 على كام؟ على 20، تساوي نقط على 1 على 28 أو 21 على 28 أهي، خلاص كده خلصنا المسألة. طب السؤال اللي بعده 16 على 4، يعني 16 هنا وهنا 4، بيقول لي الأربعة اتضربت في كام عشان تبقى 16؟ شايفين السهم اتجاهه جاي من 4 وراح ل 16، يعني الأربعة اتضربت في 4، نقوم هنا كاتبين إيه؟ ب 4. طيب اسأل نفسك مين العدد اللي هيتضرب في 4 يديك 4؟ ها، أحط هنا 1، احنا ماشيين مع اتجاه السهم يا ولاد، 6 تتضرب في 4 تديك 24، شايف اتجاه السهم؟ ها 24، 24 اهي، 10 تتضرب في 4 تديك ايه؟ 40، حاجات سهلة اهي. ارجع اقول مين اللي هيتضرب في 4 يديك 64، يبقى عكس الضرب قسمة، يعني انت محتاج تقسم ال64 على 4، اقسم بسيطة، 6 على 4 فيها 1 وتبقى معاك 2، 24 على 4 فيها 6 فيبقى 16. هننقل التناسب، بس انت بتنقل هو ضحك عليك هنا او لخبطك شوية، جابها 4 على 16 يعني قلب النسبة، فانت برضه هتقلبها، يعني بدل ما كنت هتكتب زي اللي فاتت بالترتيب كده، لا هتقلب البسط يبقى مكان المقام والمقام بسط، بيقول لك هنا 4 على 16، ها قلبها، يبقى تجيب هنا 1 على 4، تكتب 1 هنا على ايه؟ على 4، 1 على 4، ماشي يا ولاد؟ اللي بعدها 6 على 24، نكتب هنا 6 على ايه؟ 24، ايه تاني؟ 10 على 40، ممكن هنا 10 هنا ايه؟ 40. اللي بعدها تنقل 16 على 64، نكتب هنا 16، اكتب معايا كده في الكراسة أو افتح الكتاب لو معاك الكتاب، انقل 16 على 64، ماشي؟ معكش الكتاب يطلع كراسة وانقل الحاجات دي، مينفعش تتفرج بس كده، الرياضة لازم تحل بإيدك. هنا بيقول يا ولاد الاتنين يتضرب في كام يديك 3؟ طيب دي نعملها ازاي يا أستاذ؟ أنا عشان الاتنين تتضرب في عدد تديني 3، محتاج إن أنا أتخلص من الاتنين دي، لاحظوا كده معايا، يبقى لو عملت كسر كده وخليت مقامه 2 وفوقه 3 أهو، الاتنين هتتضرب في 3 على الاتنين تديك كام؟ تديك 3 على الاتنين، لأن الاتنين هتروح مع العدد. وبعدين دي نسبة في أبسط صورة، أول ما تلاقيها موجودة كده هتكتبها هنا طبعا، يعني يقول لك الاتنين تتضرب في كام يديك 3؟ طبعا الاتنين تتضرب في 3 على الاتنين، لأن الاتنين لما تختصر مع الاتنين هتبقى بواحد، 1 في 3 ب 3، فهمت يا ولاد؟ طب هنا تعال نحل دي بقى، 3 على الاتنين بتساوي 4.5 على نقط، نعمل ايه يا ولاد؟ هشوف التلاتة تتضرب في كام يديك 4.5، طبعا يا أستاذ العلامة هتلخبط، يعني لو هتلخبطنا خبيها كده، كاتبها مش موجود،
تبقى التلاتة في كام؟ يديك 45. تقول التلاتة في 15، تقسم 45 على تلاتة يديك 15، تقوم ضارب الاتنين في 15 تديك 30، تقوم كاتب 30 والعلامة بعد رقم فتوقع الصفر فتبقى تلاتة بس أهي. فهمتوا؟ يعني المفروض كانت تبقى 30 كده ونكتب علامة جنبها، لا هنشيل الصفر بقى والعلامة تبقى تلاتة بس، لأن الصفر والعلامة ملهمش قيمة هنا، أقوم حذفهم. فاهمين يا ولاد؟ طيب نكمل اللي بعدها. كل الفكرة برضو بتدور حوالين النسبة الثابتة اللي هي 3 على 2 دي، شايفينها؟ 3 على 2 دي اهو، دي اللي هحل بيها كل التمرين. تيجي عند المقدار الثابت ده وتغير، يعني 3 بقت 6، 3 اتضربت في 2 يبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4 اهي. ممكن واحد يقول طريقة تانية، ممكن نعمل طريقة تانية يا ولاد، نعمل طرفين في وسطين، يعني نضرب الستة في ايه؟ في 5، واللي يطلع يتقسم على 4، مقص كده عشان تجيب العدد اللي هنا. تقول له 5 في 6 ب 30، 30 تتقسم على ايه؟ 30 تتقسم على 4 يديني كام؟ نص ال نص ال 30 15، نص ال 15 7 ونص، تقوم كاتب هنا 7 ونص، 7 ونص. وممكن تعمل بالآلة الحاسبة، مسموح لك تستخدم بيها، ممكن تمسك آلة حاسبة وتقول له 5 في 6 ب 30، 30 على 4 يديك 7 ونص، دي طريقة. أو ممكن تيجي مع المقدار الثابت تقول 3 على 2 ها تساوي 9، التلاتة تسأل نفسك التلاتة بقت 9، ها اضرب في 3 يبقى هضرب 2 في 3 بكام؟ ب 6. هنا بقى التسعة اتقسمت على كام تديك 6؟ لاحظ وانت جاي من تحت ضربت في 2 على 3، يبقى هنا نعمل ايه؟ هتكتب نفس النسبة اللي عندك دي اللي هي 3 على ايه؟ على 2. يبقى انت رايح كده بتضرب في 3 على 2، وانت راجع هتقسم على النسبة بتاعتك اللي هي 3 على 2، عشان لو بقت قسمة ضرب وقلبنا الكسر التاني، بص كده القسمة تبقى ضرب ونشقلب الكسر التاني تبقى 2 على ايه؟ 2 على 3، لما اقول 9 في 2 ب 18 على 3 فيها 6، يبقى انت على النسبة بتاعتك دي على 3 على 2، تكتب هنا 3 على 2، بتحط هنا على 3 على 2، يبقى انت رايح بتضرب في 3 على 2 وانت راجع. مفهوم يا شباب؟ ولاد فاهمين سنة 6؟ طيب هنا بقى النسبة تحت اتقلبت برضو زي اللي فوق، يعني بيقول لي هنا 2 على 3، اقول له 3 على 4 ونص، نكتب هنا 3 اهو. النسبة اللي بعدها هنا 6 نزلت تحت يبقى يكتب فوق 4، لاحظ ان هو قلب النسبة، بدل 3 على 2 خليها 2 على 3، يبقى انت هتقلب الستة دي يجي فوقها 4، تقوم كاتب هنا 4. نفس الكلام الخمسة جت في البسط يبقى 7 ونص تيجي في المقام، بنقلب النسبة 7 ونص. هنا 9 تحت نزلت تحت يبقى 6 فوق، هو قلب. طالما قلب النسبة بتاعتك بدل 3 على 2 تبقى كل النسبة تتقلب. طب السؤال اللي بعده بيقول لي 4 على 7 ضربت في كام يديك 7؟ دي عشان نحلها هنخلي الأربعة هنا، عشان الأربعة على أربعة فيها الواحد أهي، نكتب 4 وهنا 7. خدوا بالكم يا حبايبي، أي عدد أو أي نسبة تتضرب في مقلوبة هيديك 1، يبقى رقم 4 لما يتضرب في 7 على 4 هيديك 7. طيب ركز معايا، هنا 12، الأربعة بقت 12، ضرب في كام الأربعة عشان تبقى 12؟ ضربها في 3، يبقى هضرب ال 3 في 7 ب 21، أو كاتب هنا 21 أهي. طيب اللي بعدها ركز برضو يا اولاد على النسبة الأصلية، زي ما احنا اتفقنا دايما عيننا على النسبة الأصلية دي 4 على 7، دي اللي بتحل المسألة. أسأل نفسي الأربعة بقت 24 اتضربت في كام يا اولاد؟ ها الأربعة في 6 يا مستر اتضرب في 6، لأن 4 في 6 ب 24، يبقى هضرب ال 6 في 7 ب 42. شاطرين حافظين جدول الضرب، ما نتلخبطش في جدول الضرب نكون حافظينه. أرجع تاني، 4 على 7 بتساوي نقط على 35، ها ال 7 بقت 35 ضرب في 5 يبقى الأربعة في 5 ب 20، نحط هنا 20. السبعة بقت 28 ضرب في 4، 4 في 7 ب 28، يبقى 4 في 4 بكام؟ ب 16، نكتب هنا 16. السبعة بقت 14 ضرب في 2 يبقى 2 في 4 بكام؟ ب 8 أهي. رجع قال لي ال 14 تتقسم على كام يديك 8، خد بالك هو غير الاتجاه عكس القسمة إيه؟ ضرب. يبقى هو قسم على كام؟ لاحظوا إن 14 عشان تبقى 8 أو الكسر مثلا 7 عشان يبقى 4 لازم يتقسم على إيه؟ يتقسم على الناتج، الناتج بتاعي يا ولاد اللي هو 7 على 4. يبقى انا وانا جاي من فوق هضرب في 7 من 4، ارجع تاني اطلع فوق اقسم على 7 على 4 اللي انا عملتها 7 على 4. عايز تتاكد ان حلك صح، القسمه دي اعملها ضرب وشقلب النسبه واختصر، قول 14 في 4 على 7 يديك 8، لان 14 في 4 او تقول 14 على 7 تختصر يعني يديك 2، و2 في 4 ب 8. يبقى انت منتهى السهوله، النسبه اللي هتحطها هنا حطها هنا زي ما هي، زي فوق ما عملنا في المسألة اللي فوق. احنا كنا واحنا طالعين من تحت لفوق بنضرب في 3 على 2، واحنا راجعين هنقسم على العدد اللي احنا ايه ضربنا فيه،
يعني عكس الضرب اقسمه، انت رايح تضرب في 7 على 4، تعالى اقسم على 7 على 4، اكتب بقى النسبة دي وكملها، تقدر انت تعملها بقى، دي سهلة. يبقى 4 على 7، ها اللي بعدها هي نسبة مظبوطة، هي ولاد يعني معدولة، تبقى 4 على 7 12 على 21، وكاتب هنا 21، وهنا 24 على 42، نكتب هنا 42 اهي، هنا 35 تبقى فوقها 20، هنا 28 يبقى فوقها 16، هنا 14 يبقى فوقها ايه 8. طب اللي بعدها 5 على 2، ها مسألة سهلة برضو، 5 على 2 تبقى كام؟ الخمسة بقت 15 ضربت في 3، يبقى دي المقدار الثابت بتاعي اهو، الخمسة بقت 15 ضرب في 3 يبقى 2 في 3 ب6، ارجع اشوف النسبة التانية، الخمسة بقت 20 ضرب في 4 يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8. اللي بعدها هنا 2 بقت 15، يبقى الخمسة تتضرب في كام؟ طب الاتنين في كام ب15 يا ولاد؟ الاتنين في 7.5، فاهمين يا ولاد؟ الاتنين عشان تبقى 15، نص ال15 ايه؟ 7.5، يعني 2 في 7.5 يديك 15. تعالى بقى عند الخمسة دي اضربها في كام؟ ها في 7.5، اضرب 5 اللي هو في الهامش، هعملها فوق هنا 5 في، تعمل الآلة الحاسبة أو إيه بإيديك في كراسة خارجية كده، ورقة خارجية، 7 في 5.5، تعمل ضرب مطول، تشد كسر وتضرب 5 في 5 ب25، 5 ومعاك الاتنين، حطها فوق هنا، ها 5 في 7 ب35، واتنين 37 أهي، والعلامة بعد رقم، فيبقى الناتج 37.5. نكتب هنا 37 وإيه 5 من 10، لأنه ضرب الاتنين عشان تبقى 15، ضربها في 7.5، يبقى 5 ضربها في 7.5. طب الخمسة بقت 30 ضرب في 6، 5 في 6 ب30، يبقى هنا 2 في 6 ب12، تمام. اللي بعدها الاتنين بقت 14 يا مستر، ضرب في 7، يبقى 5 في 7 بكام؟ 35 اهي، الموضوع سهل. لكن لو في مسألة صعبة عليك زي دي مثلا 37.5، تقوم عامل ايه؟ تقول الاتنين في كام؟ ب15، او ممكن تعمل بطريقة المقص، تعمل طرفين في وسطين، تقوم جاي هنا عند ال20 دي ضاربها في كام؟ 15، واللي يطلع تقسمه على 4، تقسمه على الرقم ده اللي هو 8، شايفينه؟ يبقى تقول 20 في 15 على 8، يطلع لك برضو 37.5. بعد كده ننقل بقى صورة النسبة تحت، هو خد بالك هو قالبها، بيقول لك 6 على 15، يبقى انت هتقوم قايل 8 على 20، 15 على 37.5. موضوع سهل بقى يا ولاد وانتوا شاطرين، ها 12 على 30، 14 على 35. احنا كده حللنا كل الافكار يا ولاد اللي على الدرس، في تمرين اهو او اختبار من الاضواء، حل الاختبار ده، تمام؟ حلو كده يا حبيبي، ولو في حاجة واقفة عليك اكتب لي في التعليقات قبل ما اشرح الحصة الجديدة ان شاء الله اقول لكم عليها، ماشي؟ درس سهل جدا، مطلوب منك تبقى عارف التعريف، التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر، وتعرف ازاي تعمل مقص طرفين في وسطين تجيب العدد، لو انت مش عارف يعني تختصر او كده ممكن تعمل طرفين في وسطين، ماشي؟ ده جدول بسيط برضه، بيقول لك طول ضلع المربع ب4، فانت هتجيب محيط، ومحيط المربع تضرب طول الضلع في 4، تقول 4 في 4 ب16، وتضرب هنا 4 في 1.5 وتطلع الناتج، تمام؟ 4 في 1.5 نطلع طبعا الناتج، 4 في 1.5 كام؟ ها؟ كام يا ولاد؟ ها؟ 6؟ ماشي كويس. وهنا برضه يعني عشان تجيب العدد، الضلع تقسم المحيط على 4، تقسم 14 على 4 وتطلع الناتج، تقسم 17 على 4 وتطلع الناتج، هيطلع لك قصور مفيش مشكلة عادي، استخدم الآلة وتساعدك، كل شيء متاح بالنسبة لك. هنا برضو الجدول بسيط، تقدر تعمل 2 في 8 على 1، أو تقول 1 في 2 ب2، 2 في 8 ب16، حاجات سهلة، كل دي حاجات بسيطة. برضو دي سؤال النسبة هو قديم، 35 يوما لثلاث أسابيع، الأسبوع 7 أيام، بتقول 3 في 7 ب21، وتجيب النسبة من 35 إلى 21 وتبسطها. خلاص يا ولاد، كلها مسائل بسيطة اهيت، تقدر أنت تطلع النواتج بسهولة. مسألة هي على المعدل، مسألة معدل الآلة، يعني في المعدل بنقسم الأول على التاني ونكتب التمييز، بيقول لي تنتج آلة 16 لفة سلك نحاس في 8 ساعات، في 4 ساعات، تحسب المعدل، احنا قلنا المعدل مقارنة بين كميتين من نوعين مختلفين، فنقسم 16 على 4 يدينا 4 لفة في الساعة. دي مسألة برضو تانية بين ضلع، بتقارن يعني بين ضلع المثلث ومحيطه، مثلث متساوي الأضلاع، طبعا مثلث متساوي الأضلاع يبقى محيطه طوله ضلع في 3، فهنا المحيط ب6 يبقى الضلع بكام؟ تقسم 6 على 3 فيها الاتنين، فاهمين؟ الضلع كان ب7، يبقى المحيط 3 في 7 ب21، وهكذا. يبقى عشان تجيب محيط المثلث المتساوي الأضلاع تضرب الضلع في 3، كل عمود من ده مسألة، دي مسألة ودي مسألة ودي مسألة ودي مسألة. فالمسألة الأولانية بيقول لك الضلع كان ب6، ها المحيط كان ب6، يبقى الضلع بكام؟ تقول 6 على 3 فيها الاتنين،
ممكن برضو طالما تعمل يعني جبت الرقم باتنين تعمل طرفين فرصتين، تقول هنا اتنين تضرب 6 في 7 ب 42 على الاتنين وتطلع الناتج، تفضل ماشي برضو بطريقة التناسب، يا اما تعمل كل عمود ده مسألة وتحلها لوحدها، يا اما تعمل الطريقة اللي خدناها دلوقتي ان احنا نشوف الطرفين في الوسطين بكام ونطلع الناتج، نقول 6 في 7 ب 42 ونقسمها على الرقم اللي هنا ونجيب الناتج. خلاص يا اولاد حاولوا بقى تذاكروا الدرس ده وتخلصوا كل تمارين، ودرس سهل جدا، وانت ممكن زي ما قلت لك تستخدم الآلة تساعدك في التبسيط اي مسألة تجيلك. خلاص تمام، بالتوفيق دايما كده يا اولاد، وان شاء الله نكمل بقية الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.